في الضوابط التي يمكن أن تؤثر نشاط الدبلوماسية الموازية في المنتديات الدولية. البرلمان كما تعلمون ذراع قوي ومهم جدا للدبلوماسية المغربية، بل هو العنصر الأساسي في الدبلوماسية الموازية، خاصة وأن التمثيل البرلماني يهم جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الرقعة الخاصة بتمثيل المواطنين على مستوى البرلمان، وبالتالي مواقف هؤلاء الممثلين ينبغي أن تكون واعية بقوة بعمق القضايا التي يعيشها المجتمع المغربي، وخاصة قضية الوحدة الترابية هي أم هذه القضايا بدون نقاش، وبالتالي مواقفنا ينبغي أن تكون متضامنة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية والأساسية، مثلا مسألة تقرير المصير وما الذي تعنيه، ينبغي أن يكون هناك عمق جدي بخصوص مناقشة هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق باستحالة تنفيذ الاستفتاء الذي كان المغرب هو أول من اقترحه في نيروبي في منظمة الوحدة الإفريقية منذ ثمانينات القرن الماضي، وبالتالي نحن في المغرب لا نقبل أن يزايد أحد علينا فيما يتعلق بالمواقف المبدئية التي تتبناها الدولة المغربية على هذه المستويات. الدبلوماسية المغربية كما نعلم أصبحت دبلوماسية هجومية، لم تعد كما كانت في الماضي تبارز عملية الدفاع. الدبلوماسية المغربية أصبحت دبلوماسية كذلك تتفادى سياسة الكرسي الفارغ، تعمل على تنويع الشراكات مع باقي الكيانات الأخرى بشكل منتج، وبالتالي أعتقد أننا اليوم نجني ثمار هذه الدبلوماسية الملكية التي انطلقت منذ حوالي 7 سنوات، والتي كان هدفها بالأساس أن لا تكون الدبلوماسية مجالا محفوظا للقصر أو أن تكون في إطار محدود أو احتكاري، بل أصبحت دبلوماسية يمارس فيها المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعلون الاقتصاديون والبرلمانيون دورهم الأساسي في التأثير، وبالتالي نحن نجني آثار هذه الدبلوماسية اليوم من خلال القنصليات التي تناسلت في كل من الداخل والعيون، أصبحت تقارب 30 قنصلية. نلاحظه كذلك من خلال هذا التطور في مواقف الدول الكبرى، الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة واستمرار ذلك الاعتراف حتى في ظل حكومة الديمقراطيين في الولايات المتحدة، الموقف الجديد لإسبانيا والذي من خلاله ستجتمع خلال بضعة أيام فقط اللجنة العليا المغربية الإسبانية المشتركة، والتي سيفيد إليها 12 وزير من إسبانيا للمشاركة في هذا اللقاء من أجل تطبيق ما يسمى بخريطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين. الموقف الألماني كذلك، موقف باقي البلدان الأوروبية بما فيها بلجيكا، هولندا، هنغاريا إلى آخره، والبقية تأتي في مستقبل قريب، وبالتالي أعتقد أن الدبلوماسية المغربية هي الآن بصدد ربح الرهان المتعلق بالوحدة الترابية، والذي سيليه فيما بعد رهانات أخرى ترتبط بوحدة المغاربية، ترتبط بالتعاون مع إفريقيا، ترتبط بموقع متفوق كدولة صاعدة في عالم العولمة الذي هو قرية شمولية لا ترحم المتخلفين أو المتهاونين.